أنا غنهضر صراحة على برنامج عمل الجماعة. حنا فعلا جماعة أو طنجة استفدت من مجموعة البرامج الهيكلية الكبيرة، وكنهضرو هنا على مشروع طنجة الكبرى، مشروع ديال تقريبا أكثر من 70 مليار. اليوم خصنا جماعة طنجة تكون المشاريع ديالها تكون هي مشاريع قرى داخل المقاطعات باش تميز. وهذا انا شفت واحد اطلاله خفيفه على البرنامج، انه صراحه ما كنظنش يعني فيه تقريبا واحد 30 و40% ديال 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 المشاريع قرى. المهم صراحه انا عندي واحد مجموعه ملاحظات هي شكليه وموضوعيه، بحكم اننا مستشارين في المقاطعات ومستشارين في الجماعه. غنخلي واحد مجموعه الملاحظات حتى الدوره ديال الجماعه، ولكن هذا ما كيمنعش انني نهضر على مقاطعه الاوغا باعتبارها المقاطعه الوحيده اللي فيها شي مستشفى. يعني والله لاحظنا المقاطعه الثلاثه فيها ماشي مستوصف، كنهضر على مستشفى مستوصف ديال الاحياء ولا مستوصف ديال القرب. كاينه وهي ما كاينش الصراحه، ولكن نهضر على مستشفى المقاطعه المدينه فيها اللي ما كان فيها كنهضر على مستشفى محمد السادس. السوايع حتى هي فيها دابا راه المستشفى اللي كاين دابا في المكان في الربوان محسوب على الترو ديال السوايع. المقاطعه الموغا ما كاينش. هذا من جهه. من الجهه الثانيه غادي نهضر على السير والجوانب. كنهضروا هنايا على واحد المناطق المضافه اللي تذكروا فيها الاخوان على هذا الشجاعات. راه صراحه الخطوط ما كايناش، المواطن كيعاني. المواطن اليوم داخل التراب ديال المقاطعه هو ماشي مرتاح في المقاطعه ديالو. هذا اشكال خصنا نحلوه، خصنا نفتحوا واحد المجموعه ديال الخطوط ونعزلوا الاسطول اللي كاين. صراحه فعلا كاين ايجابيات وكاين سلبيات. غادي نهضر على الجانب المالي. دائما الجانب المالي كيكون مهم في اي مشروع. الجانب المالي في برنامج عمل الجماعه انا كنظن ازيد من 30 مليار ياك السيد، ولا باقي ما كاينش شي مليار. 5 مليار ديال الدرهم. واخا بالنسبة ملي كنهضرو على واحد البرنامج، هو برنامج كان يعني نزل على أرض على 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 أرض الواقع، وكان يعني عن وجهه بحس السكينة، وكنهضرو على واحد الميزانية واش قادرين أننا نوفروها. 5 مليار قادرين أننا نوفروها، يعني الجماعة بالفائض اللي عندها قادرة أنها توفر ديك 5 مليار على 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 مدار 5 سنين ولا 4 سنين ديال البرنامج. ولا ما كنت غلط صحح لي سيدي نايف بطبيعة الحال. وبالنسبة ملي كنهضرو على بطبيعة الحال تينا ذكرتي قبيلة، هضرتي على الشركاء والفاعلين اللي غادي يكونوا داخلين في البرنامج. هاد الشركاء والفاعلين واش فعلا أننا عندنا معاهم شي اتفاقيات ملموسة؟ راه ملي كتهضر على يعني الفاعل ولا الشريك على برا هو غادي يكون معك شريك في البرنامج، واش ولا كنا كنهضرو على كاين داكشي ملموس واقعي وكنشوفوه وكاين اتفاق؟ هذيك هضره ما كاينش. غنقولو ديك الساعه غير كنهضرو على شي حاجه في الهواء وصافي. المهم من ناحيه ديال الشكل كيف ما ذكرتي السيد النائب، ان البرنامج عمل الجماعه كان خصو يكون في العام الاولاني، وحنا كنعرفوا الكراهات والمشاكل اللي كاين، بحكم ان ضروري حتى يكون البي دي ار جهه وزعما المؤسسات اللي القطاعيه اللي مشاركه حتى كتسالي المسائل ديالها، عاد ممكن انكم هذا. مساله اخرى السيد النائب بخصوص اي برنامج كذلك خصو تعزيز الموارد البشريه، وكنهضروا على الموارد البشريه، كنهضروا على يعني خصو يكون واحد الخزان ديال الاطر باش تنزل
ينزل هذا البرنامج. كنهضروا على التعزيز وكنهضروا حتى على التحفيز. ملاحظات اخرى خليوها ان شاء الله تاعنا حتى للضوء ديال الجامعه. شكرا.